شيواوا وهذايا بيتشر. وعندي في الدار عندي زادة شيواوا وعندي البيتشن. الشهر الجاي نبدا نهبط بحول الله نبيع. ما شاء الله. أول كلب كسبته في حياتك قداش عمرك؟ وشنو نوعه؟ نعم؟ أول كلب كسبته في حياتك؟ كانيش. قداش عمرك وقتها؟ وقت عمري نكون 14-15. عندي كلب بيض نتاع ولدي جابه باش يبيعو، وعندي أنا قطوسة تركي. معناها تربي كلاب وقتها تسزوه؟ والله بالنسبة للقطوسة أنا كما نقولوا فيها جات بطبيعتها مربيها في الخدمة، خلقت منها جبت قلت خنبيح حكم الظروف. بالنسبة للكلب ولدي قلق منها وجابه باش يحب يبيعو. هذا كانيش بيشون. تربي كان النوعية هذه؟ لا ولا لا، عندي كلاب اخرين، عندنا المالينوار، عندنا الرود، عندنا الدلماسيان، فهمت؟ وهذا غرامنا نحن بالكلاب، فهمت؟ الدومين هذا ديما في السوق، ديما نجول هناك ونرى حد. أكثر نوعية كلاب قاعدة تتباع؟ أكثر نوعية كلاب، والله كل مرة فهمتني مهبطين نوع، مرة هو برادور، مرة مالينوار، مرة بيد بلدوك فرونسي، كل مرة وكيفها، فهمت؟ تو طلعت برشا موداليات وبرشا شتل وبرشا روادس، ما تفهم حد شيء. بالنسبة لي كنت أكثر نوع تباع لك؟ بلدوك فرنسية أكثر نوع. تشري على خاطر شنو؟ على خاطر صغير فهمت، مكركب، وثاني حاجة راسة، فهمت كيفاش؟ كلب راسة، كلب شباب، حتى باش يربي ديما ياخو حاجة صغيرة يخاف من كبر، على قداش عنده عائلة على الغوران عم بيها، فهمت؟ يشريوه جوس يربيه في الدار ولا باش يحرسهم ولا كيفاش؟ ياو كمان يعس ومنهم يربوه في الدار، فهمتني؟ غرام هكاك زينة. العباد اللي يجيوك يربيو ولا يتاجروا كيف؟ والله لا، يجوني مرة يجيني اللي يتاجر كيفي، مرة اللي يجوني كعبات يربيو ديما في الكلاب، فهمت؟ خاطر أنا بلاصتي ديما أنا نبيع حاجة بيها، فهمت؟ ديجا تشوف كلب. قداش سوهم تو ما بين بين؟ والله ما اليوم السوق فهمتني كاز شوي 150، هو يعمل اكثر لما حاله، ما نحن 150 نبيعهم، ما فماش حتى مشكل. علاش السوم طاح؟ ولكن تشوف تو وقت علوش عيد كبير فهمتني. شوف علوش بمليون بالزملين عم باش لفت لك الكلاب، تو قاعد يخمم في العلوش فهمت، ويخمم في الصغار ويخمم في كل شيء، هذيك هي مره الفوق ومره لوت. معناها انت تقول كي رخص في السوم ينجم يتباع لي اكثر؟ هيك هيك فهمتني، نحن نهبطوا ديما كيفاش، هي على غرام ديما السوق نهبطوا له سواء نبيعوا ولا ما نبيعوش، هيك هيك واحد شي يبيع 150 هذيك هي. قداش عنده السوق هكا راقد شوي؟ والله تو بريسك عنده حكايه ثلاثه جمعات راقد السوق. راقد جمله معناها ما فهمش حركيه؟ راقد جمله جمله، فما 60% 30% كل مره وكيفاش، فهمت؟ كل مره وكيفاش. هذا استن شان كاني كورسو شانت كومباني شانت جارد. قداش سومو؟ سومو يتراوح انت والكلب من 750 حتى ايش 1250. هذا قداش تو؟ هذا 750. 750 على خاطر المنظر، على خاطر الراتسه، على خاطر الراتسه والدم نظيف. مش موجوده في تونس؟ لا موجوده في تونس. اما موجوده اما تفرق ما بين الدم نظيف، تلقى كلب سون ديفو فيه، لو تشد الكلب في ديك تفهم فيه برشا حاجات. كيما شنو يوضح لي انا ما نفهمش مثلا؟ وضح لك ابسط حاجه، تشد الكلب من هوني هاك، تشد له هاكا مثلا اكزومبل صغير، يظهر لك لي مونشون تاعو، لو تقول عندي كاليتي. تو كي تهز هكاك من وذنيه، مش وذنيه تتكسر ولا؟ هما سيدي جا باش تقص وذنيه، انا كي هزيت لك هاك، خاطر وذنيه مقصوصين اعتبار هاك. يتقصوا كي يكبر؟ لا مش كي يكبر، ملي هو صغير، من تو على صغره. قداش يوصل عمره ويتقصوا الوذنين؟ ماذا بينا من 3 موان نقصوا له. والذيل زاد كيف؟ لا الذيل لا، الذيل اختياري. الذيل اختياري معناها انت شنو تحب؟ اختياري. هو الوذنين والذيل اختياريين. معناها انا كي نحب هكا نعمل له هكا ستيل. خليها هكا. نجم انت تقص له تعمل له ستيل نتاعك وحدك، معناها تهز الفيتو نتاعك وهو اللي باش ينصحك بالضبط شنو باش تعمل به بالضبط، وانت الكلب لشنو مخصصه؟ علاش باش نشريه؟ علاش باش تشري الكلب؟ انا جوست نتاع شانت جارد تاع عسى معناها كومباني، ولا العسى مثلا يقعد بالذيل نتاعو ولا يتقص خير ما يقلقش الذيل نتاعو لهنا. انت والدريسال اللي تعمله له مدام ينجم مولاه هو يدريسيه ولا يتهز لشكون مختص؟ المستحسن نهزوه لشكون مختص. بيتبول بلو ناوز. طفلة وتربي كلب وكيفاش ما بين العباد؟ والله شنو ما بين العباد فهم؟ انت معناها تويك مكثرة السوق نشوفوهم رجال اولاد هكا كلاب والكل، انت معناها برسك الطفلة الوحيدة تو نشوف فيها غرامة غرامة، تدخل في الغرام في أي حاجة سبور
تو سكي اللي تحب انت الكليب خير خير خير. انا دخلت لهم في دومين كيما نقولوا نتاع مرحله نتاع ديبرسيون، نصحتني البسيكولوج نتاعي في بالي باش نربي عادي معناها وكلبه وتمشي على روحي با، وليت نحب نخرج شتله باهيه، عرفت تحب تمشي وتقدم في الغرام، ما تحبش تبقى فرد بلاصه ديما وتفرح كي تخرج حاجه مزيانه. يعني البسيكولوج نصحتك معناها باش تخرج من الديبرسيون نتاعي؟ عملت كل شيء، كيتاسيون ناتاسيون اللي تحب انت، شيء غرام الكليب اكتشفته مؤخرا نسام الحمد لله اللي عرفت حاجة كيما كاي في دير. أول نوعية ربيتها بيسبول أمم، وآخر نوعية إن شاء الله. مش تقعد ديما في نوعية هذيك هي بيسك حاجة الوحيدة اللي عجبني كاركتيرها، برشا عبيد ماخذ عليهم فكرة خايبة، يبقى أنا ريت الخايب وريت الباهي، يبقى الباهي أكثر ديما. كيفاش معاك في الدار؟ يدور معاك عادي خبل برا في بلاصة؟ والله إن شاء الله جيراني سامحوني نقدم لهم نعتذر برشا، يقلقوا شوي بنبيح يمحو برا. اي وزيد الحقيقة الضيق مش باهي زادة، ساعات الإنسان لازم يحترم روحه فهمت، نتاع إسباس باهي عندهم إنرجي زايدة. يبقى أنا في الأخر عندي كان كلبة برك معناها لارا لولا والأخرة معناها لنجم نربي ولادها. هذا ولدها ولا بنتها؟ ولدها. ولدها تقعد مستحفظ عليهم؟ اي جايبتها في عمرها عايشك. اي هي بقى. انت جايبتها تبيك باش تبيعها ولا جوست توريها؟ لا كلبتي ما نبيعهاش، هذايا باش نبيعو ولدها. الولاد تبيع؟ الولاد نبيع. بس حرام عليك تفرق الولاد على الام. لا 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 كمام فما حدود زاده، مش حرام عليا زاده نزيد نعمل ضغط على روحي وعلى العباد. عايله شنيا فرحانه على الاخر رغم اللي فما شويه قلق كمام، امي فرحانه بالغرام هذا. ماهيش امي كانت من الاول ضد وما يدخلش كلب لداري وكل تويكا بريسك ترقد معانا. ما حلاه شفتك انت معناها خرجت من الديبرسيون اللي كنت فيه. برشا فرحت برشا، حتى جيراننا تقلقوا من الاول بالرسمي قدم لهم برشا تحيه، حكيت مع امي قالت لهم راه البسي وكذا وكذا تفهموا الحكايه وخليهم يا ربي فهمت، رغم اللي قلقتهم برشا فهمت. عادي من بكري نشوف فيك الحس فيك ويدك في فمه. عادي 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 امهم زاده كيف كيف باهي عادي، ديما فما حدود في كل شيء. توي كنت داخله في سوق كليب سي نورمال باش تدخل ما بين جو الكليب، ما تنجمش تقول ليه خيط وتعملوا هكا الكلب ثنيه كامله فهمت. يبان كل حاجه فيها ليميت، ما دام ملقح ما دام كل شيء تهنى اون بليس ماهوش منجوس بالنسبه لي انا. الكلب الام اللي عندك توي قداش عمرها جبتها؟ جبتها عمرها شهر ونص، توي عمرها 3 سنين. We'll be right back.